بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس من دروس مقرر علوم القرآن نقف مع قاعدة مهمة ومسألة من مسائل موضوع أسباب النزول بعد أن انتهينا من فوائد أسباب النزول. وهذه المسألة أوردها المتكلمون والعلماء في موضوع أسباب النزول، وهي قاعدة من القواعد المشهورة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسنتطرق في هذه الدقائق للحديث عن هذه القاعدة مع بيان تطبيقاتها والأمثلة عليها. فقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تتعلق بالآيات التي لها سبب نزول. والأصل أن الآيات التي وردت في القرآن الكريم، الأصل أنها للناس جميعا، والمقصود بها بيان الأحكام لجميع المخاطبين بالقرآن الكريم. فإذا جاءت آيات في القرآن الكريم أو نزلت آيات لسبب خاص، فلا يخلو الأمر كما ذكر العلماء من إما أن تتفق الآيات مع السبب في أن تكون يعني السبب عام واللفظ ورد بصيغة العموم، وإما أن يكون اللفظ خاصا ويكون السبب خاصا، وهذا أيضا لا إشكال فيه، وإما أن يكون اللفظ عاما والسبب خاص، وهذا الذي تنطبق عليه القاعدة التي معنا وسنتكلم عنها إن شاء الله. هذا ما أورده الشيخ مناع القطان في كتابه في هذه القاعدة، فذكر في أول كلامه قال: إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم أو اتفق معه في الخصوص حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه، يعني لا إشكال في هذا. ومثال الأول، مثال الأول أي ما اتفق مع السبب في العموم، قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقاس عليها الأسئلة الآيات التي فيها ويسألونك، لأن السؤال كان عاما، هذا معنى عموم السبب، أي أن الحادثة لم تكن متعلقة بشخص خاص أو ب حادثة معينة، وإنما كان السؤال عاما واللفظ جاء بصيغة العموم كذلك. طبعا سبب نزول هذه الآية ورده المؤلف عن أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلى النكاح. فجاءت الآيات يعني بصيغة العموم مخاطبة الجماعة، كما أن سببها كان عاما حيث سأله الصحابة رضي الله عنهم، ومعنى جامعهن في البيوت أي السكن معهن وعدم اجتنابهن، واصنعوا كل شيء مما يكون بين الرجل والمرأة إلا النكاح فلا يقرب الزوج زوجته في أثناء الحيض. هذا لا إشكال فيه في أن الآية عامة وسببها كذلك عام، فيحمل العام هنا على الأصل فيه وهو العموم. الحالة الثانية أن يكون اللفظ خاصا والسبب خاصا، وأورد المؤلف هنا مثال وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فذكر العلماء والمفسرون أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه المقصود بهذه الآيات، وأنها نزلت في شأنه، وأن الأتقى هنا المراد به أبو بكر، لأن الأتقى أفعل تفضيل مقرون بأل العهدية، فيختص بمن نزل فيه، وإنما تفيد أل العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع على الراجح، وأل في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل، والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد الموجود والعهد موجود، يعني لأن العهد يعني المراد بالعهد المعهود للمخاطبين، قال: لا سيما وأن صيغة أفعل تدل على التمييز، وذلك كاف في قصر الآية على من نزلت فيه، ولذا قال الواحدي الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين. فعن عروة رضي الله عنه ورحمه أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وأم عيسى وأمة بني الموئل، وفيه نزلت: وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. كلام المؤلف هنا من ناع القطان رحمه الله مأخوذ من كلام
السيوطي في الإتقان واختصره، وحاصله أن وسيجنبها الأتقى، اللفظ خاص لأن الأتقى هنا يحمل على رجل واحد، والسبب خاص في أبي بكر، فيحمل الخاص على السبب الخاص، ولا إشكال في هذا. طبعا بعض العلماء يعني ذكر بأن هذا وإن كان في أبي بكر ابتداء، لكن يمكن أن يؤخذ منه العموم بحيث يشمل غيره ممن اتصف بوصفه، لكن الأشهر والأقرب عند المفسرين أنها خاصة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هناك مثال أوضح من هذا لم يذكره المؤلف، وهو سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، فإنها خاصة في أبي لهب كما هو ظاهر، تبت يدا أبي لهب، لأنها ذكرته بكنيته المعروفة وهو شخص معروف. وسبب الآية خاص، وسببها مشهور، حيث نزلت هذه الآية أو هذه السورة كلها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا بعد أن أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في يعني بني قومه، يا بني فلان ويا بني فلان، فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب أخزاه الله: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. فهذا مثال لهذه الصورة. الصورة الثالثة والحالة الثالثة، وهي التي محل البحث، إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية بصيغة العموم، فقد اختلف الأصوليون أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. جمهور العلماء إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها، كآيات اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته، فعن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. طبعا قذفها يعني رماها بالزنا، والذي زنى بها هو شريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني يشق ذلك عليه، يجلس إذا رأى الزوج مع امرأته رجلا يذهب يأتي بأربعة شهود، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. طبعا كلامه هذا يدل على أنه لم ينزل شيء قبل، وإنما يبنى على الأصل، والأصل أن من رمى محصنة أو امرأة فإنه يأتي بأربعة شهداء، وإلا فالحد حد القذف وهو 80 جلدة. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ونزل جبريل فأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآيات والذين صيغة عموم نزلت في سبب خاص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الرأي الراجح والأصح الذي دل عليه أيضا في هذه الآيات لما جاء عويمر العجلاني يشكو حالة مشابهة لهذه الحالة. استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي نزلت في هلال بن أمية على الحادثة التي وقعت، فتناول الحكم أو تناول اللفظ حادثة أخرى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، ولكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأتي رجلا، أيقتله فتقتلون أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة لما سمى الله في كتابه، فلعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. إذن واضح. ومثل ذلك أيضا الحديث الذي دل على سبب نزول قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقد صح أنها نزلت في رجل أصاب من امرأة قبلة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع فيه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟
فقال نعم، فأنزل الله أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي خاصة؟ قال بل للناس عامة، أو كما جاء في الحديث، هذا واضح، بل للناس عامة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهذا ما ذكره المؤلف بقوله وهذا هو الرأي الراجح والأصح، وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة. فاستدلوا بحكم يعني عد استدلوا بالآيات على غير صورة سببها إلى آخر كلامه، وهو واضح في هذه المسألة. يبقى مسألة قبل أن نختم هذه القاعدة، وهي أن الذين يقولون إن العبرة بعموم بخصوص السبب لا يقصدون أيها الإخوة الكرام أن غير من نزلت فيه الآيات لا يدخل في حكمها، لا، وإنما الخلاف، هذه مسألة مهمة، لم يقل أحد من الناس بأن الآيات التي نزلت خاصة بمن نزلت فيه، لا، لم يقله أحد، وإنما الخلاف هل الذي فعل هذا الفعل الذي نزلت فيه الآيات عامة هل يدخل في الآيات لفظا أو قياسا؟ فالقائلون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يدخلونه في الآية من حيث لفظ الآية، وأما القائلون بأن العبرة بخصوص السبب لا تشمل الآية بلفظها إلا من نزلت فيه، ومن لم تنزل فيه يدخل في الحكم قياسا، فهم متفقون على شمول الحكم لغير من نزلت فيه، لكن الخلاف هل يدخل باللفظ أو بالقياس. فالقائلون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهم الجمهور وهو الصحيح يقولون يدخلون في لفظ الآية العام، والقائلون بأن العبرة بخصوص السبب وهو القول المرجوح يقولون يدخلون في حكم الآية بالقياس على من نزلت فيه. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة باختصار، وهي قاعدة واضحة وبينة ولها أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وبهذا ينتهي الكلام عن هذه القاعدة باختصار. أسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى